وقعت الحكومة المحلية في نينوى عقد تحديث تصميم الأساس لمدينة الموصل بمسافة 7 كيلومتر مع شركة إيطالية متخصصة في هذا المجال. من جانبه أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن هذا المشروع التنموي يعد قانونيا بعد أن استنفد منذ عام 2000، مشيرا إلى أنه سيوفر 160 ألف درهم للمدينة، مضيفا أنه سيستغل في مجال الاستثمار وقطاعات السكن والزراعة والصناعة والسياحة. اليوم احتفلنا جميعا حكومة محلية المحافظة ومجلس المحافظة ودوائر المحافظة بمشروع تحديث وتوسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل. هذا المشروع متوقف منذ أكثر من 25 عام بسبب استنفاذ التصميم، وبالتالي يعتبر التصميم الأساسي لأي مدينة هو قانون للمدينة، هو يحدد استعمالات الأراضي السكنية التجارية الفرص الاستثمارية. رغم كل التحديات ولكن الحمد لله اليوم تم اختيار إحدى الشركات العالمية الرصينة من أجل الظفر من قبلها بهذا المشروع، وستكون هناك تنمية حقيقية لمدينة الموصل ومحافظة نينوى. فنتأمل أن يكون البرنامج الحكومي الذي عدته الحكومة المحلية وقدمته إلى مجلس المحافظة قابل للتحقيق،